اليوم مع حاتم بن عمارة. إن شاء الله يومكم سعيد، إن شاء الله نهاركم زين مبارك. مرحبا بكم على موجاتكم، موجة إذاعتكم الوطنية في صبيحة هذا اليوم السعيد بإذن الله، الأربعاء 2 سبتمبر 2020 الموافق ل 14 محرم 1442 للهجرة. حفظت 42. أي لله. أحداث اليوم. أحداث اليوم باش نبداو ببلاغ وزارة التربية واللي يهم انطلاق التسجيل عن بعد لتلاميذ المرحلة الابتدائية للسنة الدراسية 2020-2021. التسجيل كان انطلق أمس مع 10 متاع الصباح ويتواصل لنهار 11 سبتمبر. كيفاش يتم الترسيم هذا عن بعد؟ يتم باتباع المراحل هذه، نسجلوا على الموقع inscription.education.tn inscription.education.tn، ومن بعد نخلصوا معلومة الترسيم بالتليفون بإدخال الرمز نجمة 181 دي اس، نجمة 181 دي اس. لثلاثة مشغلين؟ لثلاثة مشغلين. نعم، النجمة 181 دي اس. دي اس وتخلص المعلومة الترسيم. المعلوم ما عندناش فكرة عليه إلى حد الآن، لكن أعتقد في السنة الفارطة بالنسبة للأساسي كان في حدود 8600، يظهر لي هكا 8700 تقريبا، 8600. هذا الأساسي. الأساسي. هل الابتدائي أقل ولا كيف كيف؟ ما نعرفش. هذا نشوفوه ونثبتوه ونعطيه المعلومة الصحيحة للسادة المستمعين. أكيد. وحاجة أخرى، ريتك تبدأ مشترك مع مشغل من المشغلين وعندك كل شهر 40 ولا 50 دينار ولا كل هذه. أي الاشتراك هذاك؟ ما تنجم تسجل به، يلزمك تاخذ كارت. مش يصبوا سولد هما؟ أي يلزمك تعمل سولد. بخلاف البونوس معناتها. انت تقصد البونوس ما يتعداش هذاك؟ اكيد البونوس هذاك ما يتعداش اكيد. لكن انت مثلا مؤسسه عامله اشتراك للموظفين نتاعها 50 دينار شهريا، نجيهم معاها بونوس مثلا في 200 دينار. البونوس 50 دينار اللي راها اذا اعتبرها كاينه 50 دينار فلوس. اي نورمالمون سولد. لا هذيك ما تسجلش، هذيك في نطاق كونفونسيون مع ثلاثه مشغلين راهو. ورغم انها سولد، هي رغم انها تعتبر كينها سولد، ما بعد كيف السنه يقولون لا ما هي سولد، هذيك اتفاقيه وفيها ديزافونتاج على الاخرين ودا شنو حسب حكايات اخرى، فبالتالي لا تستعمل. لازمك تمشي تشري كارتا تشارجا وتسجل بها برا بانتبار. في إطار العودة المدرسية، أمس نزل بلاغ آخر لوزارة التربية اللي تحذر الانطلاق السنة الدراسية بمعالجة وضعية التشغيل الهش، وأعلمت في البلاغ أنها توصلت بعد التفاوض مع وزارة المالية لاتفاق يقضي بتسوية وضعية عدد من منظوريها المتعاقدين والمكلفين بسد الشغورات سواء المعنيين بالمستوى الابتدائي أو الثانوي. وأكثر تفاصيل تلقاوها على صفحة الوزارة، البلاغ هبط أمس. اليوم تدخل محطة قرطاج حنبع للخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى حيز الاستغلال بعد ما كملت أشغال التهيئة اللي شملتها في إطار مشروع تجديد المحطات الخاصة بخط جي ام المجموعة الثانية منذ 4 نوفمبر 2019، وتشمل أيضا محطة المطار لكرم قرطاج بيرسا وقرطاج الرئاسة. الايروبور هذيك. تظاهرت لمسات تونسية تظاهر انطلقت أمس وتتواصل 5 سبتمبر بدعم من المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس. تظاهرة بالأساس قائمة على الورشات من تزيين وتزويق صباغة وطلاء خشب وغيرها، وتنجموا تمشوا تطلعوا أو تشاركوا في الورشات هذوما بدار الثقافة ابن زيدون بالعمران. هذا بالنسبة للأحداث المنتظرة اليوم. من المنتظر زاد اليوم كما قلت لكم أداء اليمين بالنسبة لحكومة المشيشي وعملية التسليم والتسلم بطبيعة الحال باساسيون بينهم وبين وزراء حكومة تصريف الأعمال الياس الفخفاخ. من المنتظر اليوم نعرف وقتاش الموعد بعد قليل، تو نعطيكم وقت يبدأ عندنا المعلومة الصحيحة في خصوص هذا الموعد. على كل ما تنجمش تجاوز اليوم ولا غدوة على أقصى تقدير، أما من اللي سمعوا أنا مبدئيا وبين طرفين نقول أنه المفروض تصير اليوم هذه العملية. شو نقولوا للعباد خاصة المغرومين بصوتها؟ ريتا تضحك. أنا أي تضحك برشا، ناس فرحت أنه شافت فيروز تضحك في التاريخ وفي الجغرافيا، معناها كل شفت فيروز ضحك. هي عندها تصوير قبل زادة فيها ضحكة ضحكت. حتى هو وسام وسام مهم شالها المنزلها وسمها وسام مهم. عمري ما ريتها لا في الغناء لا وقت اللي ريتها من البعيد، جات لتونس ريتها من البعيد، ما قربنا لهاش. فمشكولي قعد صباحا مساء ويوم الأحد قبل قدام النزل اللي تسكن فيه
يستنى فيها باش يعمل حوار وما قدرش. معناها ما عطات حتى حوار، ما قبلتش العباد وريتها من بعيد. وعندها حوار واحد شفته على اليوتيوب، حتى الكاليتي نتاع الصوت مش باهيه، يعني الحوار الوحيد اللي ريت. ضحكت ضحكت فيه.